السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد لي ميني تاكوس اللي كيجيو رائعين بزاف بحشوه اقتصاديه بالخضر، كيجيو زوينين واقتصاديين بشكل مغاير. كيجيو هكا صغار على شكل بريوات لذاذ، كيعجبو الكبير والصغير. نتمنى تتابعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير اللي هي مهمه باش انكم ما تخرج لكم الحشوه مع حشوة اقتصادية ان شاء الله. بالنسبة للحشوة كنحتاج، بالنسبة للخضر كندير مقلاة فيها الزيت، تندير بصلة، انا هنا درت بصلة خضارية، ممكن ديرو بصلة العادية. صافي هنايا كندير البصلة، وهنايا قطعت الطريفات ديال الدجاج، بغيت ندير البصلة هي الاولى بوحدها. تا كتشحر شويه البصله عاد كنزيد الدجاج. تا كتبان البصله كنخلطها، كندير الملح، ندير ملح وكنشحرها وكتنقصو العافيه باش ما كتحرقش البصل. تنزيد البزار، كنزيد شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، تقريبا نص معلقه، نص معلقه السكنجبير، نص معلقه قزبر حبوب، نص معلقه، وتنشحر مزيان، ضروري تحرك باش ما تتحرقش. انا البصله هي اللي تندير هي الاولى باش حتى كتهبط لنا البصله، ما كتبقاش لينا بصله مغززه في لي ساندويتش. صافي كنزيد شويه ديال التحميره، غير واحد شويه، شويه ديال الكمون، ندير هنايا العطريه ديال الدجاج، كندير فيها معلقه تقريبا، العطريه ديال الدجاج، صافي وتنخلط. تنخلط مزيان، عاد كنزيد خضرة والدجاج، كديرو الدجاج ولا الكفتة ولا لادان، المهم ديرو اي حاجة متوفرة عندكم. بالنسبة لهاد لي ساندويتش كيجي زوينين لشهر رمضان، كيجيو زوينين لكوتي ديال الاطفال، الا جاو عندكم الضياف تعمرو فيهم التبصيل ديالكم، كيجيو زوينين حتى اللي تتبعو تخدمو ككومون حتى هما زوينين. بالنسبة للخضرة كندير البصلة والقرعة، كنديرهم محكوكين مع هذا ضريس ديال الثومه، صافي وتنحرك. بالنسبه لهذا الفيديو شحال وحده طلبته لي، قالت لي ديري فيه فيديو طويل وحطيه لينا، يعني درت فيه غير شورت، حطيت فيديو شورت. شحال وحده دخلت عندي الخاص، دازت عندي الانستغرام ديالي، بدات ام سلمى قالت لي ديري حطي لنا الفيديو ديال لي ميني تاكوس بالتفصيل الممل، لانني حطيت لكم فيديو مزروب. شحال وحده طلبت لي انني نحطو كامل، وهو ما مسحتوش، درتو صراحه طويل غير ما الفيديو شورت،
تيحكموا علينا انهم يكونوا يكون فيهم غير دقيقه واحده. صافي انا تنحرك بحال هكا تا كتا كطيب ديك الخضره وكيطيب داك الدجاج، كتضيفوا ورق سيدنا موسى، كتضيفوا شويه المهم اي حاجه بغيتوها في هذا المحل كتضيفوها، كتضيفوا شويه الزعتر، كتضيفوا صوص صوجا، كتضيفوا الزيتون، المهم كل واحد شنو متوفر عنده كيضيفوا. بالنسبه للحشوه كتكون اختياريه. صافي انا ملي كنطيب الحشوه كنزيد لها القزبر ومعدنوس هما اخر حاجه اللي تنضيف. صافي وتنحرك وتنحرك وتنخلي الحشوه ديالي تتبرد مزيان باش كنعمر بها. هانتوما ملي تنضيف القزبر ومعدنوس تنخلط وتنسد النار باش داك القزبر ومعدنوس كيطلقوا ليا النسمه ديالهم. لازم نخلطو مزيان وتنخلي تيبرد. بعد ما بردت لي الحشوه كناخذ الورقه، تناخذ كل ورقه ديال الطاكوس كنقطعها على جوج. بالنسبه للخبز ديال الطاكوس راه ممكن ديرو في الدار كيجي ساهل غير بالعجينه عاديه، وكتدلكو مزيان بالدلاك، خاص غير تكون المقله تكون كبيره اولا ممكن تاخذوه. صافي بالنسبه للجهه اللي كتكون طيبه مزيان هي اللي كتكون لداخل، الجهه اللي ما كتكونش طيبه مزيان هي اللي كتكون على برا، حيت هي مازال غادي تزيد طيب. هنايا كناخذ الحشوه بعد ما بردات كنحطها في طبصيل، تناخذ اي صوص متوفر عندكم، انا عندي هاد الصوص اندلس. بالنسبه للعمره كتعمروا باي حاجه متوفره عندكم، انا درت غير هذه، ممكن تزيدوا فيها الفريت اللي ما كتبغيش بلاش، على حسب اي واحد شنو متوفر عنده. بالنسبه للحشوه راني زدتها مازال واحد المعلقه ديال صوص صوجا، حيت نسيت حتى الاخر عاد ضفتها، كتعطي فيها البنه زوينه صوص صوجا في الخليط ديال الحشوه. صافي تنخليها تتبرد، صافي ملي حطيت الحشوه في فوق الخبز فوق هاد الساندويش، صافي كندير من فوق هاد الفرماج ديال الساندويش. كما قلت لكم الجهه اللي كتكون طيبه مزيان اللي كتكون لداخل، الجهه اللي ما كتكونش طيبه مزيان كتكون على برا. بالنسبه لي بغات دير ليه الفريت راه كتزيدو في هاد المرحله انت من الفوق، كتزيدي الفريت وكتزيدي من فوق الفرماج صافي وكتسدي، راه كيجي زوين. غير هي كتنقصي الحشوه باش هكا كيتسد لك مزيان، كدير معلقه ديال الحشوه وكتكملي بالفريت. صافي هنايا نوريكم الطريقه كيفاش كنسدو وكيفاش كنلويه بطريقه بطيئه باش يبان لكم مزيان. كنجمعو هاد الجنب صافي وكنلوي بهاد الطريقه، راه ما تنحتاج نسدو بوالو كنخليه غير بحال هكا، راه كيتسد بوحدو في بانيني راه كيتجمع. كنشد هاد الجانب مزيان وكنحاول نقد هنايا، صافي وكنلويه بالطريقة. طريقة سهلة وواضحة، المهم
ممكن تكملوا بهذه الطريقه، نفس الكميه اللي عندكم ديال الحشوه وديال هذا الساندويش كتكملوا بهذه الطريقه، باينه سهله وسريعه. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، ممكن ديري غير الطون مع الخضره مع الفريت مع، المهم كل واحد وكيدير شنو متوفر عنده، ولا تزيدي حتى الخوص. حشوه كما قلت لكم اختياريه. صافي كنلويه بهذه الطريقه وتنديرو في البانيني باش كيتجمع مزيان. صافي وها هي كيف كيجيو ملي كيطيبو. نتمنى يعجبكم الفيديو وينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، ولا اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك عندي في القناه وتبارطاجي اللين ديال القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء والاحباب. كاين اللي تيكون عندي هذا الخبز ديال البانينو ما كتعرفش الاشكال اللي دير بهم. نتمنى يفيدكم الفيديو ويكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وفي امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.